دل توجشها محكمة ضو مركي أركتي عضيمها لخاطيرتا لهور كاني محكمة ضو وأحكي شريعة ضو بنيسي دل كيسة ما أنت تعيد تويت طبعا في عبشة طناد أيام محكمة ضو درجة ضو كوالي وقبل كسنة وحجيش توجشها أي ضدكم من يدق مضى برن أي جن أو هري أو يجوس ودعوذين دي بنيال ودباته أوكي استمدنا أي دعوذيس وكفنا المحكمة ضو درجة ضو كوالي وقبل كسنة وقدام بنتنا محكمة ضو كحكم تعيد دل توجشها حكوك محكمة دا كدبنا كحر ناصل ديقا ديقما دا بران ايا ما انت لو قفل يا ديلك يا كحوك وطي محكمة دو وقدام بايتين عيدا كبوليس كديقما دا بران ايا ديلك اسي ما انت كفل يا اي غن اي محكمة دا كحوك وطي ديلك التوقع شداء وانت اعتقد تدوي طبان كي بشي وحالة فلي ديل توقع شو اللي قفل يا اي اوناي بلشاد يا تير براميت بلشاد بلا ما واحد كان ستاي ايو وانا مري نظام كي لغفا يسنشري اما لغفا متقعنا لگه فایزن چرا آن مارین سوق لسکی رسید دایی و هر روزی حالو روی حالا بند لگه دعوانی که بعد یه حق و حق عدالتی ای جمان تا دل کل گفته ای اینو آها اینو طلع نی با وعی آن و نوی مدت که دبنا ها و نوی و نوی مدن دل کل گفته ای حالی بو صاعنا مرکت دبنا دست بود سه درت دخون قدری حرف بسم الله الرحمن الرحیم ما انت و تاریخ تو تهای تدبیر تون کی بیش تم ناد لبضه کن یافری لبتن وحاي محكمة الدرجة الكواد قبل كالسناد فلونيسا حكم دلة خاصة يكون فلونيسا أي بلشادة لباتوين أوغيستي حوالب بضان عناي ضد بضان عناي أسباب تحكمك محكمة دو مركي أركتي إن أي يعني بلشادة براميد سوغار سيي لباتوين بضان أونا داوعي ضد يدونيبا محكمة دو مركي أركتي دعودة دعودة ياشا محكمة بو مركي أركتي مرخانتيا دا لهور كاني محكمة دا كواس او عدييي إني أركان أيجن او ددعونايا محكمة بو مركي أركتي عدايماها لخاتيرتا لهور كاني محكمة دا محكمة بو مركي أركتي إن أيجن يهي كلب العقور او أحكي شريعة دو بنيسي دلكيسا محكمة بو مركي أركتي خطرت او كوهايو أيجن بلشدة براميد حكم كمحكمة دا محكمة دو مركي أركتي أسبابتا كوركو حسن وحيكو حكمتي أيجن دل توغشاء بالله توفيق.